السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ ياك لاباس؟ نتمنى راكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. ونهار جديد وفيديو جديد على القناة. بالنسبة لفيديو اليوم الطفيلات، اللي نشارك معاكم عرضة بسيطة عدلتها لصحاباتي، صحاباتي اللي ذوك المقربات. مرة كنجتمعوا عند واحدة منا، والحمد لله ما بيننا عظام، يعني ما كنكلفوا على راسنا. وصافي اخترت عني نشاركها معاكم. اول شيء الطفيلات اللي نشاركوا معاكم هو الدجاج اللي نعدل ان شاء الله السفة بالدجاج. المهم هون الطفيلات عندي البصلة، عندي الثوم، عندي مال الربيع مخلط بين معدنوس والقزبر، عندي اللب ديال الحامضة مصيرة الوسط ديالها كامل عدلته، ولي نضيف مالي ضامت البنة ديال السمن بما انه السمن ما متوفر عندي. صافي طفيلات، لي نجمع كل شيء في هذا الميكسور ولي نطحنهم مزيان. جبت هذه القصعة باش ترفد لي الدجاج باش نشرملو ولي نخلي فيها. صافي لي نعدل هذا الخليط اللي طحنت معاكم، لي نعدلو هو اول شي، ومن بعد لي نضيفلو العطرية ولي نضيفلو شي من الزيت. بالنسبة للعطرية الطفيلات، لي نضيف شي من الملح، لي نضيف سكنجبير، لي نضيف مالي القرفة، ولي نضيف كذلك الملون الغذائي ولا الزعفران، ولي نضيف شي من الزيت مخلط بين الزيت البلدية والزيت ديال المائدة. صافي طفيلات، درك لهي نبدا نشرمل الدجاج. عندي هذا الدجاج طفيلات انا غسلته البارح، غسلته بالحامض والملح وخليته استقطر ليله كامله. صراحه قلت لي نشرمل البارح، غير ما بقى لي الوقت وقلت خليه ينشف مزيان. كل ما نشف كتدخلوا العطريه وكيعود مذاقه زين. وهون منين وعيت بديت به هو الاول، لان الطفيلات ما جايتني لا العشيه، وخليته يعني في هذيك العطريه لين يشرب ما شاء الله منها. صافي الطفيلات، هون لي نحاول عني ندخل هذيك العطريه مزيان بين الجلد والقاشوش، لي نحاول عني نشرمل هذاك الدجاج مزيان باش ندخلوا العطريه. وكيف قلت لكم لي نخليه على زر، نخليه لين يشرب هذيك العطريه مزيان باش يجي مذاقه زين. صافي الطفيلات، من بعد لي نتخطى باقي المراحل ولا باقي المسائل اللي مازال خاصني عني نعدلهم. وصافي الطفيلات، درك لي نتخطى باش نشترك معاكم بلاطو المملحات. واول حشوه الطفيلات لي نشترك معاكم هي هذه الحشوه، بسيطه وسهله، فيها البيض محكوك، المايونيز والمايس،
وبطه من اتون اللي نعمر بها هذو اللي تختلت اللي صغيرين صراحه فضلت اني نقبضهم صغار كيجي حجم شكلهم عفوا زوين. ثاني مملحه حاطه في لو هي لي كورني هي غير دريك اللي نخلي لكم مختطفات من ليله سابق ذاك اللي كنت حضرت فيهم لي كورني. هون عندي هذا العجين المورق وعندي هذو لي كورني. صافي الطفيلات الطريقه سهله لنقبض هذا العجين المورق لهنا بسطو على سطح العمل ولهنا نقطعو بالجراره ديال البيتزا باش تعطيني هذو الخويطات الصغيرين. هون انا دهنت لي كورني بالزيت باش ما تلصق لي العجين وصافي لين نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل كامل هذيك الكميه اللي عندي. صافي الطفيلات هون كيف شفتو كملتهم دهنتهم بالبيض ولين عدل عليهم شي من حبوب الخشخاش ولين دخلهم الفران وطيابهم ساهل الطفيلات بالعجلة كيتحمروا. وبالنسبه للحشوه اللي لي نعدل فيهم عندي هون كريمه ديال الفرماج صراحه كتجي زوينه وطريقتها سهله هي نفس طريقه البيشاميل البيض والدقيق والحليب. صافي عقب منين يختار عندي قلت لكم كيف البيشاميل وهو مازال حامي ليه نضيف له قدر من الفرماج الاحمر وليه نخلط مزيان. في مقله ثانيه كنت شحرت شي من الدجاج اللي قطعته رقيق مع بصيله وصافي ليه نضيف هذاك الدجاج على هذا الخليط وهو اللي لين عمر بهم لي كورني وصراحة كيجي مذاقهم زوين ما شاء الله. والمملحة الثانية عندي هذا الخبز اللي كيجي على هذا الشكل مقرمل كيجي كيف قيطة. صافي الطفيلات لين قبضوا لين دهنوا بفرماج الدهن اي فرماج متوفر عندكم كيف جبلي. صافي لين عدل عليه شي من لي سيبوليت ولين عدل عليه السلمون المدخن. وهذا هو البلاطو الطفيلات. صافي الطفيلات كنت عدلتهم شي من الاخر وصافي تنحاني الطفيلات باش يجوا. كان هذا هو الشيء اللي وجدت كيف شفتوا هذه هي الميزة اللي حطيت حطيت معينتي وصافي مشيت بدل كلاسي ونحاني الطفيلات ان شاء الله. هو كاع اخبار ساق من بيل بيش طيلي اخبار اطوار وجميلة داي شقيني وهو كاع صافي الطفيلات كان هذا هو الشكل النهائي للصفة صراحة مات لي تصورت معكم باقي المراحل راكم عارفين ضيق الوقت والتصوير وذا صراحة ما بقى لي الوقت باش نصور. صافي هذا هو شكلها النهائي عدلت الدجاج تحت وعدلت شي عليه شي من الصفة وزينتها على هذا الشكل بشي من المشماش بيض السمان لوز مسلوق وشي من العنب اليابس. والمهم هو عنا جابرنا فوجنا دوزنا صراحة نهار زين جلينا عنا الكادر. وعادة صراحة ما نعدلو كيف هاك دائما نلتقاو عند واحدة منا كيف هاك نبدلو الجو ونجابرو الحمد لله.
وصافي واخترت عني نشارك معكم نهاري كيفاش تخطى. صافي الطفيلات هون نعود لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى عنه يعود نال إعجابكم، نتمنى عني نعود ما طولت عليكم. لأول مرة يزور القناة لا تنسوا تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد، وخليتكم فمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.